الدنيا انا راه ما كتولي زودياك الا بغيتي تدوز بالليل. انا راه بعيد، انا راه تنجي من واحد ديال طيط من الليل باش كنقطع هاد الطريق هادي من هنا باش كنمشي نخدم شي فور. كنخدم شي فور عند الناس هنايا في الفيلات. اييه انا في ولاد حدو. اها وزعما كاين هاد الاشغال هادي، هي زعما كاين راه عرقلاتنا حنايا وعرقلات حتى الراجلين اللي كيمشيو على رجليهم. بالنسبه لينا حنايا كنطلبوا من السلطات المعنيه بالامر زعما كاين تسرع ما امكن في العلاج ديال الطريق هادي، هي لا لينا ولا للمره ديال الرجلين. يعني راه الوضع هنا ربما كارثي. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. يعني المده دابا لمده سنه وما كيتمو تقريبا. مده سنه وما كيتمو تقريبا اه. وكنطلبوا زعما كاين من السلطات المعنيه بالامر تاخذ اجراءات مع هاد الناس هادو هما باش يصابوا لنا هاد الطريق، لا لينا ولا للسيارات ولا للراجلين. بين المشاكل الحاج اللي كتعانيو منها نتوما. اللي كنعانيو منه هو هذا الكرافيط، هذا هو كيوقع فيه كليساج وكنطيحو. انا يا محرود من رجلي، ها هي طايح بها محرود من رجلي. بسبب الطريق هذا. بسبب الطريق هذا. كثار حيت هاد الطريق هذه كنت تكلمت عليها انايا في واحد الباج عندي وتكلمت عليها ما هي مره ما يجو. هاد الطريق مكرفس بزاف. فهمتي دابا شحال هما كيصيبوا فيها، راه دابا حنا 2024. يعني هاد الطريق كانت كان عليها تصيب شحال هادي. كانت تصيب تقريبا في 2002 2003 كانت تصايب. فهمتيني هما عطلوا الخدمه، دابا هما تعطل هاد الخدمه، وتا هاد الشركه ما منظماش، يعني حتى بالنسبه للسيركيلاسيون يعني كنلقى مشكله هنايا في الدخله ديال الدرب عندنا انا في كنسكن، كنلقى مشكله ديال السيركيلاسيون. فهمتيني مرة أخرى كاع ندير معاك لايف وتشوف السيركيلاسيون، نزيد معاك قدام المقبرة غادي تشوف السيركيلاسيون كي دايرة. يعني بنادم على أن الطريق يعني ربما ما كاينش شي إشارة بأن الطريق مقطوعة. حتى كتوصل للكاريان ديال سيدي مسعود عاد كتلقى انتباه بأن الطريق مقطوعة، أما باش كيعلمك من جهة الرومب ديال تا دارت مع سيدي مسعود ما كاينش فيها تما الإشارة. يعني بنادم هذه تعطلوا فيها الطريق، هذه تعطلوا فيها الخدمات، هذه دابا دوزوا فيها تقريبا الواد الحار ودوزوا فيها التصفيات ديال المياه. فهمتي هادشي علاش هما بخدمة واحدة دابا تخدموا جوج المرات في دقة، عوض ما يخدموها في دقة ولا في دقة واحدة، خدمات هاد الشركة بوحدها هاد لالين ديال التصفيات وخدمات الأخرى ديال الواد الحار. فهمتيني اللي جا هو تقريبا جا من طريق ديال المديونة باش جا هنا، جا هنا القادو. يعني هما كيصلحوا في الطريق فهمتي، وكاين دابا السيركيلاسيون معنكشة. يعني بنادم اللي كيجيو فايت ديجا مشى داز غيشوف هاد الفيديو غيقول لك الدري كيدوب بصح. يعني بنادم بغا يدوز كيطلع من فوق من المقبرة وكاين تما الغبرة، يعني مول الموطور ما نهضرش عليه، اما مول الطبيب حاله خاص مازال كما كاين لا غبره، اما مول الموطور كتكرفس كيخرج من الدار كاع، حنا كاع الساكنين ديال الكارير كتخرج نقيه من الدار، ما كتشوف في الرومب هنايا خصك فما بلا يعني من الكركم كتغب بحال جاي من شي بلاصه اخرى ما فهمتش. ولا حول ولا قوه الا بالله، كنت نتمنى هذا الفيديو يوصل والناس تتفاعل معاه وتحيد عين هاد الروينه هادي، وان شاء الله من القدام غنهضروا على الاحصاء اللي جاي وعلى الساكنه والاستفاده بان احنا كمتضررين احنا الساكنه. انا زياد وخلوق هنايا وكاين الناس، كاين ناس كبار يعني كنطلبوا من السلطات باش دير معنا واحد الاجراء معين باش ديرنا التنقل من هنا باش اللي بغات تحولنا تجي استفاده ما يكونوا لا مشاكل لا اضرار لا والو. يا خويا الحريفيه كيعانيو الساكنه شي كتعاني، حبس الطريق الناس مابقاش خدامه صافي الشيء اللي طلعوه السوق اخويا. كنعرفوا يعني ربما هاد الشارع هذا اللي هو شارع رئيسي هنا كيجيب السوق يعني ربما ديال سيدي مسعود وكذلك المقبره ديال سيدي مسعود، من بين المشاكل يعني اللي كتعاني منها نتوما. اي دابا الناس هادو تعطلوا بزاف تعطلوا بزاف، وحنا ولينا كنضربوا دابا واحد المسافه باش نجيو لنا السوق حرافي باش نكملوا الخدمه ديالنا. بزاف ما عرفتش تجي 4 شهور ولا 5 شهور وما كي كيحفروا. بالنسبه يعني هاد المشاكل هادي ديال الطريق هادي كتخرج لكم حتى للسيارات ديالكم؟ اه ضروري ضروري من السياره. الطوموبيل ما كتكملش 3 سنين، يعني عطينا الكارونتي ديال 5 سنين كتكملش 3 سنين كتساس ما كيبقى فيها والو كامله كتمشي. شنو ليستكم يعني ربما المسؤولين على الشان المحلي بمنطقه عين الشقيق؟ يعني ربما تسريع الوتيره ديال 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 الاشغال يعني اللي تهيئات هاد الطريق هادي، شنو تبغي تقول لهم؟ الله يهديهم، الشيء اللي غنقولوا لهم الله يهديهم الله يهديهم، ما وما حاضينا هذاك الشيء الخاوي وذاك الشيء اللي مهم كيخليوه هو الاخر. حاضينا هذاك الشيء هذا بالراكه بغاو يريبوه هذه والطريق هي الاخرى وذاك الشيء، ما فهمتش انا الناس هذو والله ما بغيت تفهموا لي. لازم درنا واحد النظره ربما على الشارع اللي كاين هنا ديال شارع تادات وشارع الفاس، يعني تم تهيئته في مده اسبوع. هذوك حيت هذوك طرق رئيسيه فهمتي،
يدوز معاهم العامل، غيدوز معاهم الوالي، غيدوز معاهم الناس المسؤولين هذوك بالزربه كيزربوا عليهم، هذو جاوا لداخل غيديروا ما بغاو، غيديروا فيهم حتى عام عامين ما عندهمش مشكل، فهمتي؟ بالنسبه للدرويش عادهم عادي، ولكن هذوك طرق رئيسيه خاصهم يزربوا عليهم هما الاولين. هذيك ديال الصابينو ضارب هنا في 3 شهور ولا ما عرفت 4 شهور شحطوها شحال من كولوميط، وهذا كولوميط من اللي ضاربين فيه مده عام. والناس اللي كيجيو كيبغيو يدفنوا الموت انا؟ لا ما بقاوش كيدفنوا الموت دابا، انا دفنوا الموت كيدفنوا ميت فوق ميت، فهمتي؟ كارثه. ها؟ كارثه. كارثه اخويا، كيدفنوا الميت فوق الميت، كيحفروا الناس ميته الروضه، كيحيدوا القبر كيدفنوا العظام ويعاودوا يدفنوا ميت فوق ميت.